تعهدت الغالبية العظمى من أعضاء مجموعة التنسيق العربية بتقديم تمويل مشترك بحلول عام 2030 بمبلغ تراكمي يبلغ 24 مليار دولار أمريكي، وذلك للتصدي لأزمة المناخ العالمية. جاء ذلك في بيان للمجموعة في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ المصرية. وأوضح البيان أن هذا الالتزام التاريخي الذي حشدته مؤسسات مالية إنمائية إقليمية ودولية للفترة ما بين 2023 و2030 سيدعم تسريع انتقال الطاقة وزيادة مرونة الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية. وأشار إلى أن هذا الالتزام المالي سيعزز كذلك أمن الطاقة لدى العملاء والبلدان الأعضاء، بما في ذلك البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لافتاً إلى أن الالتزام يأتي كجزء من نداء مشترك أكبر للعمل المناخي من أجل التنمية العادلة.